اخونا مصطفى زيودي طلع للتوضيح، انا ما بعرف ليش كان طالع يشهد الله، فطلع حكى. فاحنا بنتكلم بقضيتنا، قضية متعثرين على الجميع تكلموا فيها. اخوي محمد الحمادة يعطيك العافية، نعم لا يمثل المتعثرين الا المتعثرين انفسهم. عرفش مين معنا على الكاميرا؟ اخوي نبيل تفضل. هيا اخوي نبيل بعت لك كاميرا تفضل. اخوي ياسين طلبت، هلا ببعث لك كاميرا يا ياسين. هاي بعت السلام لك اخوي عليكم. نبيل، ابو خليل بعت لك. السلام عليكم. هلا ابو خليل، مساء النور، مساء الخير يعطيك وعليكم العافية السلام. هلا أخوي أبو علي، ومساء الخير للجميع. بداية أخوي أبو علي اسمح لي، بدي أدخل بموضوع بخصنا إحنا المتعثرين. اخوي عمار، هسه اجاوبك جاوبوا على جاوبوا يا دكتور. جوازات السفر، واخونا التوافقات هسه اجاوبك عليها. اخوي محمد الرمحي بعد اخونا ابو خليل، الله خلي يبارك اخونا ابو خليل يتحدث. الله يبارك فيك. نعم تكاتفوا، بداية اسمح لي دكتور، تفضل تفضل. وبعد إذن الجميع، المفروض إنه نبعد عن المهاترات والمناكفات والمشاحنات بين جميع المتعثرين. فكونا من موضوع اللجان، ما في لجان، لأن اللجان دمرت القضية. إحنا بدنا نتابع قضيتنا ونستلم زمام الأمور بقضيتنا من داخل الأردن. كل إنسان مهتم بالقضية عنده فكرة بناءة، بنتبع الفكرة ما بنتبع الشخص نفسه. فابعدونا عن المشاحنات والمهاترات. أساسا هم مبسوطين إنه إحنا داقين ببعض، الحكومة والمسؤولين. لا لا، ما في خليل والله، احنا لا في مناكفات ولا في دق بعض، واحنا بنبعد عن هذه يسعد الاحاديث مسا كلها، احنا الجميع، خلينا في صلب يسعد القضية ابو مساكم خليل. جميعا إخواني. اللجنة اسمحوا لي، أنا ما صعب بدي كذا، أتابع التعليقات. يسعد مساكم جميعا، كل باسمه، الحمايدة، البلولي، ياسين القدسي، الجميع يسعد مساكم وكل الاحترام والتقدير. اعترف حبيبي. وأنا بدي أشيل التعليقات عشان أنتبه للفكرة اللي أنا بدي أحكي فيها. يسعد مساكم جميعا إخواني، تفضل ابو الله خليل. يمسيكم بالخير. كلنا متعثرين وكلنا بنطالب بفترة سماح، فترة تجميد أحكام، تصويب أوضاع، شو ما سميت تسموها. بدنا نسدد ديوننا، سواء اللي عليه 100 ألف فما دون، أو 100 ألف فما فوق. المفروض الحكومة والمجلس القضائي ما يفرق بين المتعثر 100 ألف فما دون و100 ألف وطالع، كله متعثر. كنا قبل سنتين ونص كان العدد 1/4 مليون مواطن أردني متعثر ومطلوب للتنفيذ القضائي. الأيام هاي تجاوز 1/2 مليون. إحنا ما بنقدر نحصر الأرقام، عندنا متعثرين داخل الأردن ومتعثرين خارج الأردن. إحنا المفروض دولتنا وحكومتنا الرشيدة تفكر في المتعثرين اللي خارج الأردن، المواطنين اللي في الدول العربية المجاورة والصديقة والدول الأجنبية حتى. ما المواطن الأردني انهانت كرامته بالخارج، ما ظل إلنا كرامة حتى بالداخل. بس خليني اوضح لك، هي مش بس انهانت كرامته، هو المتعثرين بالخارج بيلاقوا مرين، يعني مر انه الان في وضع لا يحسد عليه هناك، ومر ثاني اغلب المتعثرين طلقوا، العائلات تشتتت، الابناء ابعدت عن اباها، يعني واحد 4 5 سنين ما شافش اولاده، 7 سنين ما شاف اولاده، يعني تركهم 5 سنوات رجع لهم 15 17 سنه، يعني الوضع صعب جدا. هذا أبو غير علي صلي تفكك على رسول وتضايق الله، وتشرد. صلاة الأسر ودمار الأسر هذه أعداد الصلاة رهيبة والسلام. جدا، أعداد رهيبة جدا. وللأسف أغلب القضايا دمار الأسر والطلاق تعدادها من المتعثرين للأسف، سواء بداخل الأردن ولا بخارج الأردن. يعني المتعثر لما ما بيقدر يطعمي أولاده، ولا بيقدر يقوم بالتزامات بيته ولا واجبات بيته، تدمرت الأسرة. هذا شيء واقع. انا مش عارف اخوي مالك بيرن، خليك مع البث اخوي مالك، ابو خليل شيء كمل واقع الحديث، خليني مرير اشوف اخونا مالك. للمتعثرين.
شو بتسوى بحقي انا كمواطن اردني على سبيل المثال، انا بحكي، او حق اي مواطن اردني بالخارج لما بنحجز جواز سفره في مطعم ولا في كوفي شوب ولا في سوبر ماركت، وخصوصا في جمهورية مصر جوازات السفر الأردنية محجوزة على مبالغ مالية، اخوي انا مش شو بتسوى بعد ما كنا ملوك في جمهورية مصر، مقاهي ومطاعم مكتوب على أبوابها ممنوع دخول الأردنيين. ابو خليل يكمل حديثه وانا راح اعمل اتصال معك واسمع قصتكم وانتم في فإلى الويب. متى الهوان؟ يعني وين تمام. كرامتنا كأردنيين لما مكتوب على أبواب المطاعم والمقاهي في مصر ممنوع دخول الأردنيين؟ شو بتسوى بحقنا وإحنا كنا ملوك نكون في مصر؟ فبدنا نحط يعني إيدينا بإيدين بعض الجميع، ما بقصد لجان، إحنا كأشخاص وكأفراد همنا قضيتنا، إحنا نلتف على القضية وخلف القضية ونتابع عملنا. أبو علي يعني أمامنا يعني شغل كبير المفروض نتابعه. الجميع اللي بالداخل هو ما بدنا نركن لا على فلان ولا على علان. وللأسف أنتم يا متعثرين، للأسف الشديد يعني فاسمحوا لي أنتقدكم، أنتم على بث بتكونوا قلة، يعني البث هلا اللي أمامنا قديش عليه؟ 50؟ وين المتعثرين؟ معلش يعني وينهم المتعثرين؟ والله المتعثرين اخوي ابو خليل بتجيب له وهو كفته لو نايم بده على تحل سرير ولا قضيته نايم بحضر وتطعميه المحكم، خبز وتشغله يعني قاعد بده هو تجيب قاعد. له كفة الطلب وتحل له قضيته وهو نايم على سريره ولا بحضن مرته. معلش انا اسف على الكلمه. مع هيك ما زلنا قائمين وبنشتغل على القضيه، وانت يا ابو خليل ابو بتعرف انه علي ما بدنا اخوي، بالليل واتصالات وحديث وكل انت يوم في هذه ولا الخبر. انا ولا مصطفى الزيودي ولا الحمايدي ولا مهند العطيات ولا محمد انيس جرادات ولا باسل الخميس، احنا مجموعة اشخاص بنعد على اصابع الايد الواحدة. شو بدنا نسوي يعني اذا احنا ما كنا مدعومين من المتعثرين انفسهم؟ المتعثرين يشاركونا الاراء والنقاش والحوار والحديث ويشاركوا لنا البثات، وإذا كان في وقفات يشاركوا البث الوقفات والاعتصامات. كيف بدها تنحل قضيتهم؟ يعني سامر الزيود ولا نبيل الجعبة ولا مهند العطيات ولا الحمايدة بده يجيب لك كف الطلب وانت نايم على سريرك كمتعثر نصف اليوم متعثر، انتوا وينكم؟ هل يعني احنا لما بنطلب منكم انكم تشاركوا بث ولا تعلقوا على بث، ولا احنا لا بندور شهرة وعليكم السلام. ولا بندور لايكات ولا اعجابات، يعني بندور انه صوتكم يصل، لانه رقم معين للبث بصير متابع من المسؤولين، هذا اللي احنا بندور عليه. اذا وصلنا لرقم معين، رقم عالي، بدناش نقول بالالوف، بالمئات يا اخي. 500 لا ابو خليل، يعني انا شوف، يعني انا معلن عن البث من يومين وبنعلن قبل بيومين وبثلاثه، وانت بتشوفه. يعني انا هلا بطلع بجوز على الستوري، يعني بطلع فوق ال 250 300 واحد كابس لايك. طب ال 250 300 لو انت على صفحتك الان فتحت على اللايف هذا بتلاقي انت عندك اعداد كمان، انت بتجيب خمسه سته، يعني كل واحد بيجيب خمسه سته. البث المفروض يصل فوق الالافات، حتى المسؤولين كمان طلع على هذا البث يوصل بثك. احنا ما بنحكي لا باسقاط ولا بنحكي ولا سمح الله، احنا بدوله عظيمه بدوله قويه، احنا قاعدين بنحكي بقضيتك، بقضيه وطن، بحق مشروع. ليش خايف؟ ما بعرف وينك انت، ليش ما تحكي بقضيتك؟ كل واحد على صفحته لازم يرفع هاشتاج لحل قضيتك يا رجل. هاي قضيه وطن، مش قضيه سامر احنا ولا اليوم محمد اقول ولا لك خليل. شغله، طلعنا باشتاق عشان مقاطعه شركات الاتصالات، الاف الهاشتاجات طلعت، الاف الصفحات كتبت عنها. طب وين المتعثرين انتم؟ يعني على المؤاخذه كم هائل من المتعثرين، المفروض تكونوا قوه هائله في كل شيء، في قضيتكم تحديدا وينكم؟ وينهم المتعثرين؟ يعني انا السنه الماضيه بعدت شوي عن قضيه المتعثرين لاسباب عده، ومن ضمنها الاسباب اللي حكى فيها اخونا مصطفى ما أنا بحب يعني الكذب بجوز ولا إجيت من التجن مصر تعبت صحيا ولا شوي. وين يعني أنا بس
ماسنجر. طيب انا ما احنا بدي بدنا تبعت لي مسنجر. انا بدي اسال قضيتك بدها مشاركه، قضيتها بدها أول تقف 10 دقائق انت على بثك يا سامر كان مشاركتين فقط، ومشاركتين مني أنا، شاركتهم على صفحة المتعثرين وعلى الصفحة اللي كانت تسمى بتعديل حق المدين، اللي صارت هلا مؤازرة لجمال لأخونا وحبيبنا جمال الربابة. كان 10 دقائق، 12 دقيقة مشاركتين. اخوي على راسي، اخونا جمال واخونا، احنا الان بنتكلم بقضيه. احنا حكينا مجلس النواب يا اخوان، مجلس النواب ما له بقضيتك، مجلس النواب له لما تيجي الحلول والتوافقات من الحكومه تحول لمجلس النواب يوقع عليها. احنا الان تكلم بقضيتك بحلك الاني، قضيتك حلك الاني. احنا بنطلب الان تجميد العقوبات لسنتين، تجميد العقوبات أبو لمده علي، سنتين، وإعطاء تسويات من غير الربع القانوني. هذا حل آني، حل أبو آني علي ووقت نتكلم الله، فيه. النواب على تفضل مدار سنتين ونص شو تفضل. عملوا لنا؟ شو عملوا لكم يا متعثرين؟ برغم التسحيج اللي سحجتوا لهم اياه، والتلميع اللي لمعتوا لهم اياه، والحملات الدعائيه والانتخابيه اللي سووها للنواب، شو عملوا النواب؟ كانوا يحضروا بعض النواب اجتماع او اجتماعين على جميع على مدار السنتين ونص، وشاطرين يتصوروا السيلفي ويروحوا يروحوا. شو عملوا النواب؟ النواب انا بقصد النواب السابقين، وكل الاحترام والتقدير لاشخاصهم لانفسهم، كل الاحترام والتقدير، انا بنتقد ادائهم. مدار سنتين ونص كانوا قادرين انهم يدرجوا قانون تعديل قانون التنفيذ ورفع الحمايه الجزائيه عن الشكات على الجلسات اللي كانوا خلال الدورة العادية والدورة الاستثنائية. 118 نائب اللي بيحكوا عنهم وقعوا على المذكرة، هاي مذكرة مجرد هيك فرد عضلات وتلميع. 118 نائب لو انهم نووا وطلبوا ادراج القانون على المباحثات لاقراره كان صار فورا. 118 نائب يعني اغلبية ساحقة في مجلس النواب بيقدروا يعدلوا الدستور، بس هم ما بدهم يعدلوا، ولا بهمهم يعدلوا قانون التنفيذ، ولا بهمهم ينهوا قضية المتعثرين، عشان يظلوا يتغنوا فيها، عشان تظل للمجلس القادم حملة دعائية وانتخابية وبيانات افتتاحية لحملاتهم الانتخابية. النواب ما بينفعونا، النواب ضرونا ورحلوا أزمتنا ورحلوا القضية لمجلس النواب القادم. اسمح لي دكتور، انت في بداية بثك تطرقت لموضوع المرشحين الجداد والنواب ما بينفعونا، يعني النواب القدامى او المجلس الحالي اللي هو 18، كل الاحترام والتقدير لهم. اخوي ابو خليل، انا ما حكيت، انا حكيت احنا خلينا الان مش اكمل بصدد لا فكرتي، فلان ولا خلينا علان، اكمل احنا بصدد فكرتي. قضيتنا احنا فقط. يا دكتور سامر بعددنا الهائل من المواطنين الاردنيين المتعثرين، نص مليون على الاقل، احنا المفروض نفرز في كل دائرة انتخابية نائب مرشح نوصل لقبة البرلمان يكون همه الوطن والمواطن، يكون حاسس بأوجاعنا إحنا المواطنين الأردنيين، يكون عايش أوجاعنا. أنا أكون صريح معك، أنا مساند لعدة أشخاص في عدة دوائر. أنا مساند في الدائرة الأولى للمرشحة ميادة كريم. معليش يا اخوي، لا لا ابو معليش خليل، رجاء رجاء والله، يبقى انا برجوك برجوك، انا شوف ابو خليل، كل انسان، انا معليش مساند لابن عمي يا رجل، انا في قضية، لكن هذا ما لي دخل انا بقضيه، انا ما هو بحكي يا الان سامر، قضيتنا كمتعثرين. لا بدنا لما في احنا ما بنعمل مواطنين دعايه انتخابيه أردنيين ولا على بث. رشحوا أنفسهم وهم عايشين القضية ومشوا مع الغارمات ومشوا مع المتعثرين وساعدوا بكفالات وساعدوا بالدفع للغارمات، هذول ليش من نساندهم؟ ليش ما نساندهم؟ الله يجزاهم اثنين بالخير، اثنين يا الله سامر، يجزاهم احنا بالخير إذا ابو قاطعنا خليل. الانتخابات احنا بنسمح للنواب الموجودين حاليا نفسهم للعودة للمجلس، وبنسمح انا بقول بعرف انا بعرف مقاطع يا ابو ما خليل، بقول لك حكيت بدك تقاطع، احنا المفروض نساند المرشحين اللي عايشين اوجاعنا، اللي عايشين همومنا، اللي حالهم من حالنا، ابناء الابناء الحرافين اللي زينا. بدنا بكل دائرة احنا المتعثرين وبنقدر نوصل مرشح او مرشحة اللي
يحكوا همومنا، اللي خف اللي حاولوا، طبعا ما بيطلع بيديهم شيء يا ربنا الله، بس اقل ما فيها انهم يحاولوا يخففوا عنا احنا المواطنين، نعم أخوي الصراحة أنا ضد يحاولوا ذكر أي يخففوا أسماء، عنا إحنا ما بنذكر أسماء لانهم ولا بس عاشوا أنا اوجاعنا. ضد هذا. طيب أخوي أبو خليل، إحنا الآن في حديث لأخونا عمار يعني بخصوص القضايا الجزائية، الآن بالله تحدثوا أخوي عمار مين عمار ومقصده منهم؟ إنه ولا الآن اختار عمار؟ قرار انو المجلس عمار القضائي منهم؟ لا انا الآن، فيش قدامي تعليقات، كل الاحترام للجميع. لا انا بحكي اخوي عمار الشكعة من مصر. هلا بخصوص تجديد جوازات السفر اخوي عمار، نعم هو الان بخصوص القضايا الجزائيه بما انها شملت بقرار المجلس القضائي كقضايا ماليه جزائيه، هي الان هو حق بتجديد الجوازات. والناحيه الثانيه اللي بنحكي عليه انه احنا كان في حديث لمازن ارشيدات قبل ايام على بث اخونا الاستاذ طارق ابو الراغب، تجديد الجوازات هو حق دستوري، عدم تجديدها هاي مخالفة دستورية ويجب تجديد جوازات السفر. بنطالب احنا بتجديد الجوازات لأنه الناس تضررت بالخارج، الناس أبنائها من 3 سنوات ما دخلت مدارس بسبب عدم تجديد جوازات أخوي سامر، السفر. إحنا هلا في مبادرة اللي هي تجميد الأحكام لمدة سنتين لغايات، هذا حل مؤقت لغايات تعديل القوانين والتشريعات لما يكون مجلس النواب منعقد، والسماح للمدين بتقديم التسوية بدون الربع القانوني، لا ربع قانوني ولا 15%. يا أخوي أبو خليل، يعني إحنا مطالبة الآن كحل آني هو إعطاء فرصة سنتين وتسويات من غير الربع القانوني، يصدر بقرار خلال أمر الدفاع كتجميد للعقوبات سنتين وإعطاء فرصة المفروض بتسويات وتجديد بالضبط، جوازات المفروض كل السفر. المتاح هذا هو للجميع. المطلب الحالي، لحين التشريعات المفروض ان بعدين شاء الله شرعوا ويقرروا زي يشرعوا ما بدهم يا عقوبتهم، أبو خليل. المهم يريحوا هالناس. المفروض كل المتعثرين، بالضبط بالضبط المفروض هذا كل اللي احنا بنخالفه. المتعثرين يطالبوا بتجميد الاحكام مؤقتا لمده سنتين لغايه تعديل القوانين، وبنفس الوقت لا يحطوا لنا لا ربع قانوني ولا 10% ولا 15 ولا 5، 0%، لأن الناس ماتت، الناس ما معها. اللي عليه 10,000 ليرة منو يروح يجيب 2500 ولا 1000 ولا 1500؟ طب ما له سنة قاعد ولا سنتين ولا ثلاثة، مات من الجوع. مع العلم إنه إلغاء الربع القانونية والتسوية بدون أي دفعة مقدمة بتلغي 90% من المتعثرين، حلت قضية المتعثرين. العائق الوحيد يا اخوي بتصبح قضية المتعثرين كاملا حلت. انت لما تعطي تسويات من غير الربع القانوني، اي واحد مدين بيسعى بيركض للقاضي بالضبط، وللمحكمة انه بده يعمل تسوية من خلال انه القاضي يثبت وقد دخله، الآن وضح وحسب اثبات المتعثر، دخله المتعثر يعمل له تسوية سنتين ثلاثة ودفع ولا خمسة للدخل. مرمي في بيته مش طالع، هو له دخل، في له مصدر دخل. حين اعطاء فرصة لمدة سنتين، رئيسية في نقطة ان شاء الله رئيسية، بتحقق وأرجو من خير. أخواتنا اللي رافعين قضايا نفقة مطلقات أو حرذانات في بيوتهم ما يزعلوا مني. كثير من القضايا الشرعية اللي هي النفقة ترتبت بسبب التعثر المالي. زوجات كثير رفعوا قضايا نفقة على أزواجهم وهم متعثرين، أو تم الطلاق ورفعوا قضايا نفقة الأبناء. هل هو المتعثر على قضية شرعية مش متعثر مالي؟ ليش القضايا الشرعية مش مشمولة بقرار الدفاع، قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى؟ طب ما هو المتعثر الشرعي تعثر شرعيا من خلف التعثر المالي. في حدا بحب؟ واحنا بنحكي الان الناس اصلا تطالب من المتعثرين من خلال الطلقات اللي حصلت بعد قضيه التعثر بقضايا شرعيه ومطالبات ماليه شرعيه، اصبحت هي الان بالضبط، هكاهل على ايضا المتعثر. فاحنا يعني ابو خليل مجمل حديثنا احنا بنطالب شمول جميع القضايا الماليه، ان كانت شرعيه وان كانت ماليه، وان كان بهذه الفرصه السنتين، لا حتى أبو علي المبالغ بدي أسألك، مهما كان سقف المبلغ
ينشمل، وبعد يا سيدي سنتين معك، انت بعد سنتين اذا ما لا واحد اثبت ابو علي، حسنيته يا سيدي بالنسبه هي السجن بالنسبه عندك للقضايا والحين الشرعيه، تغيير بدي اسالك التشريع. انت والمتابعين لبثك، في واحد سواء زوجته على ذمته وعند اهله ورافعه قضايا شرعيه نفقه او مطلقه، في واحد بحبش يصرف على اولاده؟ جاوبني. طيب ابو خليل احنا بدينا اتصالات، في خلينا بحث نفضل واني اتصالات انا لانه في بكل اخوان احترام، بنويبع بكل احترام للجميع، بس مع انا هذا تفضل. سؤالي عشان اذا في حدا من المسؤولين شايف البث يعرف الاجابه، في اي رب اسره بحبش يصرف على اولاده؟ اكيد كل رب اسره أكيد اساسا لا، أكيد الانسان ما تزوج وكون اسره الا عشان يتحمل مسؤوليه عائلته، فالمتعثر المالي على قضايا شرعيه نعم، هو متعثر مالي أشكرك أخي بالاصل من ابناء الشعب المتعثرين. كل الاحترام والتقدير لك اخي سامر، وبتمنى من جميع المتعثرين، شكرا أخوي نبيل، شكرا يناصروا قضيتهم، وقفوا خلف قضيتكم، كل واحد هاشتاج على صفحته الشخصيه، احنا نص مليون بني ادم، لا تستهين بحالكم. والله اخوي ابو خليل. شوف يعني انا بجوز هي بتحدث بالقضيه، سابقى اتحدث، ولكن اذا بيظل وضع المتعثرين هيك 30 و50 على البث يعني انا راح اعتذر، يعني انا احدى بالنهاية المتعثرين بدنا اذا نقول لكم مع قلعوا بعض شوكوا بيتكم اذا بدكم احنا تضلوا نايمين في بيتكم. لنا 4 سنين بنشتغل وتعبنا، يعني حتى صحيا والله في ناس بتسأل وينك ليش ما بتطلع بث، يا اخوان انا من روحت من مصر والله صحيا تعبت، يعني الواحد مش خلينا نقول مش مكنة، المفروض انت سويت قسطرة صحيا قرشية، نفسيا تعبنا، منكم انتم المتعثرين فاحنا اذا وينكم؟ بدهم يضلوا المتعثرين متخبيين في بيوتهم وبس من خلف الشاشات، احنا مضطرين اسفين نقول لكم دلعوا شوكوا بايدكم، وكل واحد يحل مشكلته. حتى نوصل صوت، احنا حتى نوصل صوت. يعطيك الف شكرا عافية، يا اخوي تصبح على ابو خير. خليل، خلينا ناخذ اتصال. تصبح على خير، هلا بيك الله يا اخوي. يعافيك، تصبح على خير. واخواني معنا اخوان في حدود نويبع من المتعثرين، ما بعرف شو قصتهم يعني هسه اجل الاتصال. شكرا ابو خليل، اهلين اخوي. علي صوتك اخوي مالك. اخوي مالك انت على البث، ممكن تطرح شو قضيتك شو مشكلتك؟ ثلاث شباب أردنيين مقطوعين في مدينة نويبع، مسموع يا اخوان. تمام. تفضل. طبعا جينا عالمين هون على اساس انه في رحلات وانه مصر يعني الدولة كانت مصنفة خضراء، للاسف انه انقطعنا هون وقعدنا نستنى في الرحلات وما في رحلات، وقعدنا لاخر نفس يعني، والان احنا محشورين، احنا قاعدين نرجع على القاهره ولا قاعدين نطلع على عمان ولا قاعدين نعمل اشي، احنا قاعدين جنب الميناء. طبعا اخواني احنا حكينا مع السفاره، تواصلنا مع اكثر من شخص انه يقدر يساعدنا يخدمنا، يحاول يوصلنا لحد صاحب راي انه نروح على احدى العبارات، كل يوم الصبح بتطلع العبارات على الاردن، يعني بس بقول لك ممنوع حد يخرج عليها من المسافرين. اخوي مالك يعني احنا بدورنا ان شاء الله صوتكم بيوصل، اخواننا متقطعت فيهم السبل وهم على حدود النويبع، احنا بناشد المسؤولين، بناشد رئاسة الوزراء، بناشد انه الناس هذه تروح. طبعا ما بعرف يعني هو هلا موضوع العودة مربوط كيف، فيه له سياسة خاصة بإدارة الأزمات، يا ريت إدارة الأزمات يسمعوا هذا الحديث. اخوي مظبوط، احنا استاذ دكتور سامر. طيب طبعا يعني احنا يعني حتى الطيران يعني استغربنا يعني انه يعني كثير غالي جدا علينا، احنا مقطوعين، احنا يعني اهالينا استنفذوا كل قوتهم طيب على اساس انه نحاول نروح حتى لو بالبحر، ورحنا وقعدنا عند الميناء على اساس نروح، وما للاسف ما قدرنا نروح. انتوا بالاساس في مصر متعثرين ولا كنتوا سواح ولا كنتوا لا زيارة ولا؟ احنا اصلا كنا في تركيا وجينا على مصر على اساس انه مصر دولة خضراء. انتوا متعثرين بالاساس ماليا؟ لا لا لا، ما احنا متعثرين ولا شيء. انتم من تقطعت فيهم السبل، طبعا ان شاء الله انه هي صوتكم بوصل واحنا معكم، انه الله يهون عليكم، وان شاء الله بعمل معك اتصال بعد البث ان شاء الله ونشوف بلكي قدرنا طيب نوصل. الف شكر، الف شكر لك دكتور، الف شكر حبيب لك. اهلي. عددهم 3 اخوي ابو عرفه، هي هم عددهم 3، هي في اخوان إنه بيسالونا من مصر، عددهم 3 ابو عرفه.
أخوي والله يا أبو عرفة، إحنا الكلام موجه هو يعني لدولة رئيس الوزراء. دولة رئيس الوزراء قرار قضية المتعثرين ليش بالأدراج؟ قضية المتعثرين لازم يكون في حل جذري وسريع. أخوي خالد الطوالبي مساء الخير، إخواننا جميعا مساء الخير. إخوان يعني إحنا ما في جعبتنا أدلنا، احنا بنوصل رسالة، رسالتنا يا متعثرين اقفوا مع قضيتكم، رسالتنا لرئيس الوزراء بدنا حل قضية المتعثرين لسنتين حاليا، اعطاء فرصة سنتين للناس تسويات من غير الربع القانوني لحين اصدار التشريعات. كنت معكم، انا اشكركم على صفحتي، بتمنى البث الجاي يكون احنا بنوصل صوتنا اكثر بعدد اكبر من اخواننا المتعثرين، وتصبحون على خير.